حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وكل الشكر لزميلتي مشاعل على هذا التقديم المميز. والآن مشاهدينا الكرام نبقى مع المحطة الحوارية ولقاء يجمعنا بكل من السيد بدر ثاني الصواغ رئيس الاتحاد الكويتي لتربية الكناري، ورأفت زكريا الخطيب عضو إداري بالاتحاد الكويتي لتربية الكناري. مسي عليكم بالخير. الله يمسيك بالنور. وحنا طبعا سعيدين بوجودكم معنا في برنامج مساء الخير. جزاك الله خير. احنا سعد ان شاء الله. نعم. احنا ودنا نبدا الحوار، بس يعني ودنا اول شيء نشوف تقرير. خل نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع. اهلا وسهلا بكم من جديد استاذ بدر. يعني طبعا احنا في بدايه حلقتنا قاعدين نشوف هالكناري هذا اللي يعني بصراحه مستمتعين في اصواته. اذا بنتكلم معاك يطول بعمرك، يعني عرفنا عن الاتحاد، لما نقول الكويتي لتربيه الكناري، وشنو اهدافكم؟ نعم. من هذا اللي اول شيء اشكركم على هذه الاستضافه، وان شاء الله نقدم ماده مفيده للجمهور ان شاء الله. بدأ الاتحاد الكويتي الكناري قبل ثلاث سنوات تقريبا. كان في البداية يعني نداء للشباب انه يكون في تجمع يشغل وقت فراغ الشباب. بدأ من تقريبا ثلاث اشخاص او ثلاث مربين، والحمد لله الحين بعد ما تأسس الاتحاد وصار له أكثر من جانب وفرق تطوعية معانا، ما شاء الله الحين وصلنا إلى 400 عضو ما شاء الله من الكويت، وأكثر من 1200 عضو خارج الكويت من تميل الاتحاد. بدأ الاتحاد قبل ثلاث سنوات، حطينا له أهداف ورؤية. الرؤية هذه أن تخدم شريحة الشباب بشكل عام، وكذلك تخدم يعني الدولة في المحافل العالمية، وتقريبا في 17 هدف. أهم هذه الأهداف اللي هو شغل وقت فراغ الشباب الكويتي بما هو يعني مفيد له وللدولة، كذلك تثقيف المربين في بعض الأمور اللي تخص تربية الطائر الكناري من ناحية تصنيف أنواع الكناري، كذلك نوعية التغذية اللي يستخدمها، المراحل الأربع، المواسم الأربع للكناري، كذلك يعني أفضل السبل للإنتاج، وأفضل السبل أنه يتجاوز الأمراض والمشاكل. كذلك من ضمن الأهداف أن احنا نسعى أن يكون في مسابقات على مستوى الكويت وعلى المستوى العالمي. الحمد لله احنا سوينا من قبل كثير من المعارض، لكن المعارض اللي بعد انطلاقة الاتحاد الحين احنا سوينا تقريبا معرضين، ومقبلين ان شاء الله بشهر 11 على المعرض الثالث، وراح يكون ان شاء الله في زيارة لحكام عالميين، ويكون في اكثر من فعالية. بالاول قبل تأسيس الاتحاد كنا نسوي مسابقات ولكن كانت محفوفة بيننا. الان توسع الشغل اكثر، فكرنا أن تكون مو بس محصورة على المربين والهواة، لا تكون حتى خدمة للعوائل، ويكون متنفس، يعني يكون أي شخص وده يجي الكويت ممكن يزورنا يعني بالمعرض، لأن في أكثر من نشاط. حاولنا أن يكون إن شاء الله بالمعرض الجاي نشرك معانا المشاريع الصغيرة. كل سنة قاعدين نحاول نطور النادي أكثر وأكثر، وغير الزيارات اللي تكون ما بيننا نحرص على أن يكون فئة الشباب هم الفئة المستهدفة نعم. أكثر، وأن ننمي قدراتهم. والحمد لله يعني بالأول كانت في ثقافة يعني بسيطة من ناحية الأنواع، من ناحية طريقة التربية. الحين يعني صار في تطور أكثر، يعني كثير من الناس اللي قاموا يعرفون الأنواع نفسها، انواع الكناري كثيره يعني. من بعد طبعا ممارستهم، من بعد اي نعم احنا نوريهم، يعني عندنا احنا صفحه بالموقع التواصل الاجتماعي نثقفهم بالانواع، التاريخ وال يعني طريقه التربيه، في اشياء يعني معلومات نعم. يعني انواع الكناري كثيره، يعني اكثر من 524 نوع، اكثر من 524 نوع، فهذه الانواع يعني
تحتاج إلى أجواء معينة. نعم أكيد راح نتكلم بشكل يعني كبير عن هذا الموضوع، ولكن أنتقل بالسؤال إلى الأستاذ رأفت. حياك الله، وطبعا سعيدة جدا بوجودك معنا. ودنا يعني نتكلم عن اتحاد الكويتي لتربية الكناري، 17 هدف، يعني عدد الأعضاء ما شاء الله يعني مهين. أكيد في آلية للعمل تتخذونها أو تتبعونها، خلنا تعرف على آلية العمل هذه. والله شوفي أختي الفاضلة، يعني إحنا بدينا قبل 3 سنوات كنا يعني مجهود شبابي يعني وليس متطور، لأن كان إحنا هدفنا الأساسي من البداية أن نوصل للعالمية، لأن يمكن كثير من الناس ما تعرف أن في أوروبا في أسبانيا والدول الأوروبية وألمانيا كل سنة قاعد يصير اللي هو المعرض الدولي أو المسابقة الدولية العالمية. فموضوع الكناري ليس فقط انه هو طير نربيه داخل البيت، يعني احنا نصل الى العالميه ويرفع علم الكويت هناك يعني. الان في اعلام ترفع، هذا ما نصلوا اليه. نعم في اعلام ترفع الان، 3 دول عربيه رفعت اعلامها في 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 كوم، اللي هي الان لبنان والمغرب والاردن عفوا فلسطين. والكويت يعني دائما سباقه في كثير من المجالات يعني. فاحنا الان الاليه مالتنا اللي نشتغل عليها ان نحاول نثقف الناس ونفهمهم ان الطير الكناري ليس فقط هو اقتناء عشان يغرد لك بس وانتهى الموضوع مات عندك، لا. الاوروبيين الان وصلوا الى العالميه وانتجوا سلالات جديده من حوالي مئات السنين يعني. الان نحن يعني نحاول ان نستطيع ان نجمع الشباب عندنا، اولا خلينا نجمعهم في مقر وتحت مظلة اللي هي مظلة الاتحاد، من بعد ذلك ننطلق إلى أن نحاول نبدأ نوسع إنتاجنا ونتبادل الخبرات ما بين المربين كمربين محترفين، ونتبادل الخبرات ما بيننا وما بين الدول العربية والدول الأوروبية يعني. الآن إحنا طيورنا قاعد نجيبها من أوروبا، لكن نحاول نوصل إلى مرحلة أن يكون في عندنا اكتفاء ذاتي. هذه أحد الآليات اللي موجودة، وآليات كثيرة جدا يعني، من ضمنها يعني أنه نصل إلى العالمية هي هذه. نعم. إن شاء الله هذا اللي نتمنى لكم. إن شاء الله. دائما نقول أن أهم علينا إحنا دائما في كل المجالات أن يرفع على الكويت دائما وأبدا، هذا هو هدفنا. اللهم آمين يا رب إن شاء الله في كل المحافل. أستاذ بدر يطول بعمرك، إحنا لو بنتكلم على التصنيف العالمي خلينا نقول أن الطائر الكناري، نعم، شنو تصنيفه؟ الله يسلمك، في منظمة عالمية اللي هي اسمها الكوم. المنظمة هذه متأسسة قبل تقريبا 100 سنة، يعني قبل فترة محتفلين ب صار لهم 100 سنة. هذه المنظمة بالتعاون مع منظمة ثانية هم بعد لها سنين طويلة، هي اللي تصنف الكناري، هي اللي تعترف فيه. ومثل ما أنا قلت قبل شوي، في أنواع كثيرة. هذه الأنواع ما تصنفت عالميا إلا من خلال هذه المنظمة. المنظمة هذه تحت مظلتها دول كثيرة، مثل ما قال أخوي رافت، في دول عربية تحت مظلة الاتحاد العالمي. إحنا نسعى أن يكون بالكويت أنها تكون يعني تحت مظلة الاتحاد العالمي. بس قبل هذا لابد أن إحنا نثقف الناس اللي عندنا بالأنواع الموجودة. أنواع الكناري تصنفت على أنها تكون 3 خطوط: خط الصوت وخط الشكل وخط اللون. نفس إذا ببسطها للمشاهد، نفس الحمام، في حمام زاجل وحمام زينة وحمام القلابي. إحنا عندنا بالكناري نفس الطريقة، في الصوت والشكل واللون. الصوت يتميز بصوته إن صوته حلو، في نغمات لها اسم يعني الواتر سلاجر، الرولر الألماني، التمبرادو الأسباني. حلو. هذه يعني النغمات الموجودة فيها يعني اللي أديها إحنا ك يعني عارفين بأنواع الكناري، نعرف هذه النغمة شنو اسمها واللي قاعد نسمعها الحين. في نوع واحد بس من الصوت اللي هو التمبرادو الأسباني، أول واحد. أول واحد. هما 3 أنواع بس من الصوت المصنفين عالميا. نفس لما نقول إن البشر كلهم يغنون، هذا صوته حلو، هذا صوته مو حلو. الكناري كلهم يختلف يعني. تختلف كلهم يغردون طبقة صوتية. اي كلهم يغردون. طيب بدر، انا يمكن الحين هذا يسحبني الى سؤال، يعني احنا دائما اذا رحنا بنشتري الكناري نقول له نبي هذا اللي يعطي الصوت اللي يعني ياخذ له صوته مرتفع يعني وكذا، يعني كذا نغمه. خلينا نتكلم كذا نغمه، هذا شنو يسمى؟ نفس لما يعني اللي قلت لك اياهم،
ثلاث خطوط، خط الصوت، خط الشكل، خط اللون، كل الذكور تغرد. كل ما يقرب وقت الإنتاج أو موسم الإنتاج، هذا بس الذكور، كل ما يقرب موسم الإنتاج كل ما يزيد التغريد. أنا يخلص الإنتاج ينزل التغريد. هي على حسب المواسم. يعني إذا أنت تشتري تيجي على وقت الإنتاج، يعني مثلا بشهر 12 هني راح تشوف قمة الذكور الجاهزية للطيور للكناري. لكن هذا مثل ما قلت انه يتميز بصوته، الشكل يتميز بشكله، يغرد الذكر ماكو مشكله، لكن يتميز بشكله، يقيم بالمسابقات. انا اتكلم على التقييم بالمسابقات، يتقيم من ناحيه الصوت ويتداول ما بين المربين الابطال والمكتشفين هذه الانواع بان هذا صوت، ما يتقيم من اجل لونه، ما يتقيم من اجل شكله. لكن في ستاندر موجود يعني ان هذا القياس له هالكثر. كنار الشكل، الشكل ايه الشكل 39 نوع. يتقيم بشكله مثل البارزيان، هذا البارزيان والجلوستر، والجلوستر والسكوتش فانسي. هذا يتميز بان شكله مثل الشكل الهلالي. لما يكون قدام الحكم يشوف شكل الراس والظهر والذيل، امور كثيره على اساس يقدر يعطي عليها نقاط. لو يغرد ازعاج ما له شغل بالتغريد، لان هذا يعتبر من الشكل، من الشكل ايه نفس مقاييس الشكل، مقاييس الشكل. وهذا افضل مقياس اللي هو الهلالي، افضل شكل اي هذا السكوتش فانسي. في الجلستر ثاني واحد، الجلستر يتميز بحجمه الصغير، لازم يكون الصدر مقوس مع الظهر وبشكل متساوي، الذيل لازم يكون يعني على او الوقفه على على شكل 45 درجه. القنبرة أو التاج الموجود في أنواع منه، في التاج الضيج وفي التاج الواسع، وفي نفسه من غير تاج. لكل شغلة يعني درجات. وخط اللون أنواعه أكثر من 470 نوع. خط اللون اللي هو الأحمر هذاك، الأحمر اللي هو الريد فاكتور، هذا يعتبر من ضمنهم. اللي قصدك البرتقالي؟ البرتقالي. هذا كل ما يقرب موسم الإنتاج كل ما يغمج اللون. يعني موسم الصيف يخف اللون ويخف التغريد، لأن يكون موسم عندنا موسم طرح الريش، فبعد موسم طرح الريش يبدأ عندنا موسم الراحة. هي أربع مواسم، موسم طرح الريش اللي يكون بالصيف من بداية شهر 6 إلى نص شهر 7. الطيور كلها تكون في أقفاص كبيرة، معزول الذكر عن النتيجة. ويطرح الريش، يبدل الريش. بعد موسم طرح الريش يكون عندنا موسم الراحة، نفس اللي يقطع مرة ثانية يرتاح بعدها إلى غاية نهاية شهر 11. بعدها يكون عندنا موسم تجهيز للتزاوج اللي هو شهر 12 كله. هني نبدأ عاد نجمعهم ونحطهم على الأقفاص، بس في فاصل ما بينهم، بين الذكر والنتيجة. موسم الإنتاج يبدأ من شهر 1 عندنا بالكويت، من شهر 1 إلى نهاية شهر 5. هني نحط العش حق النثية، بعد ما تلم العش النثية ندخل الذكر على النثية. هني يبدأ عاد مع هذا طبعا كله في شهر 12، هذا لا بداية شهر 1 إلى نص شهر أو نهاية شهر 5. هذا موسم الإنتاج. هني عاد تزاوج شهر 12، تجهيز شهر 12 بداية الإنتاج أو التزاوج من شهر 1 إلى نهاية شهر 5. ممتاز. هذا اللي يعني يكون فيه المربي هنا في يعني في استنفار كامل. حلو. لأنه بيكون في بيض ويكون في إنتاج ويكون كتجهيزات. كتجهيز. نعم. وكل مرحلة لها تغذية يعني خاصة فيها. ممتاز. إذن طبعا الأستاذ بدر الصواغ والأستاذ رأفت الخطيب، كل الشكر لكم لوجودكم معنا وعلى هذه المعلومات القيمة. شكرا لوجودكم. يطول بعمرك. شكرا. يعطيكم العافية. الله فيكم. إذن متواصلين معكم مشاهدينا، ولكن بعد هذا الفاصل.